فير بلاي. السلام عليكم من جديد في فير بلاي، مواصلين حتى للخمسة متاع العشية. نحكيو نبدلو ديسبلين ونحكيو هوند. أكيد منذ يومين تقريبا الترجي الرياضي التونسي أعلن صفقة من حجم ثقيل بانتدابه اللاعب الدولي اسكندر زايد. اسكندر موجود معنا بالتليفون باش يحكي لنا أكثر على الاتفاق هذا والانتداب هذا. اسكندر أهلا بيك. أهلا بيك خويا عصام، أهلا بيك. شنو الأمور؟ لاباس؟ والله الحمد لله خويا، شنو أمورك أنت؟ الحمد لله. دونك تجربة جديدة ليك اسكندر في البطولة التونسية، هي الثالثة بعد بني قيار بعد الكلوب، اليوم نلقاوك في نادي، تجربة جديدة في الترجي الرياضي التونسي. والله كما قلت أنت تو تجربة جديدة في الاسبيرونس، تعديت بريود باهية في بني قيار، تعديت بريود باهية في الكلوب في تونس، تو تجربة ثالثة في الاسبيرونس. إن شاء الله هذه تكون أحسنهم، إن شاء الله هذه تكون انطلاقة جديدة لاسكندر زايد إن شاء الله في البطولة التونسية. باهي، احكي لنا شويه كيف صار الكونتاكت، شكون كلمك، كيف جاء العرف بالضبط؟ والله بدا الكونتاكت مع قيس عطيه من جمعتين ثلاثه التالي، تطرح معناها الموضوع شويه في الاول، معناها سمعت شويه كلمات في الاول، كذا في الاسبيرانس لين جاء المدير الفني الجديد سي طارق محروس في النادي الاهلي، حكينا شويه في الموضوع معناها بخصوص الانتقال للترجي، والحمد لله معناها كانت كل الاطراف راضيه بالعرض، و فهمنا معناها على ديتاي الكل، سواء الكونترا بتاعي مع الاسبيرونس ولا بين الاهلي والترجي، وكل معناها صارت مفاوضات كانت سهله معناها المفاوضات، والحمد لله اليوم اسكندر زايد في الترجي. علاش خرجت من الاهلي اسكندر؟ كيفاش تقيم سيزون الساعه اللي عملتها مع الاهلي؟ سيزون ولا شهر سيزون هي؟ هي من با تقول حتى شهرين هكا. اي علاش فيسع ما تولدتش الحكايه؟ والله ما طولتش الحكايه، شو نقول لك معناها، سمعت برشا حاجات في الكواليس معناها تقول كونه اللي طار جديد معناها خير كونه اسكندر زايد يمشي، فهمتني؟ اعطينا الصحيح. وفما برشا كلمات معناها ما نجمش نعطيك الصحيح بالضبط بخصوص الموضوع هذا، اللي نجم نقوله كونه خير مكتوب بيني وبين النادي الاهلي معناها اليوم، وانا اليوم في الترجي وفرحان برشا. علاش ما يتحكيوش تفاصيل اسكندر ولا شنو؟ والله تفاصيل ما يتحكيوش معناها الكل بالكل، تحب تكلم عن مسؤولين الاسبيرونس بخصوص تفاصيل نجموا هما اكثر يعني. فهمت. الشهرين كيفاش كانوا؟ لعبت فيهم؟ كانوا متميزين كيفاش؟ اي والله شهرين كانوا باهين في مصر معناتها، صحيح ما لعبناش ماتشوات قويين برشا معناها، كلاسيك الماتشوات الاولى اللي كانوا مع جمعيه وسط تابلو، بعد جات كورونا وكل الظروف الصعيبه اللي تعدينا بها، ووقفت معناها الشامبيونات في مصر من تقريبا من شهر مارس، تقريبا اول شهر مارس. فهمتني؟ معناها انا تقريبا لعبت 5-6 ماتشوات هاو في الاهلي المصري، هو ممكن التغيير نتاع الستاف الجديد هو اللي سهل لي الاشياء نتاع الترجي الاهلي المصري. ما تقلقكش انك تحطيت في الصفقه نتاع اسامه الجزيري؟ لا بالعكس ما تقلقنيش، ديجا الصفقه بين اسامه الجزيري الترجي الاهلي المصري تحب على اسكندر زايد، والاهلي المصري يحب على اسامه الجزيري، ومشيت الامور معناها الحمد لله بسهوله معناها، كل الاطراف راضيه والناس كليك فرحانين باللي كنت راجل، وامورنا طيبه ان شاء الله. فما ملاعب يا اخي عامل معك كونترا، لعبت معاه في منتخبات الشبان، لعبت معاه في الاهلي، تو معاك في الاسبيرونس، يوسف معرف نحكي وشنو الحكايه انت وياه؟ يوسف معرف هو ما يمشي مانيش مسيب، هو ما يمشي باش نخلط عليه. اي ونفس البوست معناها. جيري برشا وخيان ونوجه له تحيه بالمناسبه. اي نفس البوست تلعب انت وياه، فماش فما كونكورونس بيناتكم كيفاش؟ انا ويوسف عشره من الصغر معناها، حتى من الايامات جونيور معناها بينومي راهو يوسف، انا تويك ديجا في تونس كيف نسكن مع يوسف هردار. معناها العقليه القديمه تاع كونكورونس وجور في البوست، بالعكس يوسف يماركي اليوم يفرح له، اسكندر يماركي يفرح له معناها خيان. معناها المهم تنجحوا البوست هذيك، المهم تنجحوا البوست هذيك في الاسبيرونس ولا هو؟ بيان سور بالعكس، في الاخر بقول لك زوز فار بوست، انت لازم البوست هذيك تمشيها معناها كوم الفور، لازم اليوم يوسف في فورم، اليوم اسكندر في فورم، لازم البوست هذيك معناها تمشي. دونك معناها زوز دفوا مع بعضنا وزوز جنب بعضنا معناها كيما قلت، سواء في التيران سواء برا من التيران، بالعكس العقليه القديمه قبل كونو كونكورونس، الكونكورونس باهي موجوده ديما، الكونكورونس معناها على البوست لازم شكون ديما يضرب معناها باش هو يكور، باش هو يلعب، باش هو يماركي، باش هو يعمل، في الاخر بالكل اليوم اسكندر في فورما يعطي، اليوم يوسف في فورما يعطي، وان شاء الله موفقين ان شاء الله. شنو هي اهدافك، شنو هي طموحاتك في التجربه هذه الجديده اسكندر؟
والله طموحاتي بالنسبه للاكسبيريونس تاعي جديده مع الاكسبيرونس، ان شاء الله 3 سنين مليانين بالتيتوات، ان شاء الله نرجو نفرضوا رواحنا في المنتخب ان شاء الله في الايام القادمه. معناها واحد تعديت ظروف صعيبه شويه في المنتخب في السنين اللي فاتوا، معناها العامين هذو مع توني جيرونا، وان شاء الله ربي وفق ان شاء الله في الثلاث سنين هذو، ان شاء الله فيهم برشا تيتوات، ان شاء الله تشوف اسكندر اخر ان شاء الله. تبديل الالوان من الاحمر والابيض للاحمر والاصفر، هذا ينجم يخلي لك ديفي قدامك صعيبه، كيفاش تكون هذه؟ والله بالنسبه احنا اليوم في 2020 2021 تبدلت العقليه كومبليتمون. البارح لعبت في نادي الفريق البست مجلات في جمعيه كبيره ونقدرها ونحترمها وتقعد ديما عندها بلاصه عندي. اليوم بالوان الترجي الرياضي التونسي، معناها جمعيه كبيره واكيد باش نعطي اوفون، باش نلبس مريول، المريول اللي تلبسه باش تلعب وتضرب عليه، معناها لو ماركس فهمتني. دونك ما فماش حتى قلق بالموضوع، معناها البارح في جمعيه كبيره، اليوم في جمعيه كبيره، ما شاء الله زوج جمعيات، وانا مش وريت المظاهرين في تونس اللي لعبت في النادي الافريقي لبست مريول النجم الرياضي الساحلي، واليوم في الترجي الرياضي التونسي، معناها الحمد لله يا ربي. واي جمعيه تلبس مريول لازم تعطي معناها هذه خبزك اليوم، لازم تعطي وفاء معناها مع الجمعيات الكل، جمعيات تلبس مريولة لازم تضرب عليها لو ماكس. كيفاش كانت التفاعلات من الجمهور، خاصة جمهور الكلوب؟ اللي نصور تغشوا عليك شوية، يحسوك ولدهم خاطر انت طلعت كبرت اسمك في الكلوب. انا ما عملت حتى رياكسيون معناها، رغم اللي فما دي كومنتير ودي فما معناها ميساجات حتى في في وصلوني كونه من شويه جماهير، معناها مش من كل الجماهير، فما جماهير متعصبه، فما جماهير بالعكس تقدر لك معناها الكارير نتاعك، تقدرك كجوار معناها حتى البرة من التيران، مش كان بس مريول الافريقي ولا مريول الترجي، ويعطيهم الصحة معناها بالنسبة للناس اللي هناتني وبالنسبة للناس اللي سبحتني معناها بجمهور الكبير. لازم نقول لهم كان ربي يهديكم وراه ما يجيش هكا عيب، واليوم في 2020 2021 ما نجموش نحكيو على عقلية كيما هكا. الظروف الصعيبة في الكلوب هي خلتك تمشي للأهلي اسكندر؟ الظروف الصعيبة في الكلوب هي خلتك تمشي للأهلي؟ والله تعدينا في الكلوب أفريقيا بظروف كارثية بصراحة، كارثية، ما نجمش اصلا، ما نحبش نحكي فيهم، ما نحبش نبدهم معناها العوامل اللي فاتوا وخلي كل شيء بالستر. تعدينا بظروف خايبه برشا بصراحه. انا وصلت فريق الكلوب انا وقفت معناها، راني ما عادش نجم نفسانيا، تعبت بدنيا، تعبت ذهنيا، واحد تعب ذهنيا ونفسانيا، صاي ما عادش نجم يعطيك الفلوس او في جمعيه اوتوماتيكمون. دونك جيت للاهلي المصري معناها مع الستاف الاقليم ولا السويدوا لونترونور، هو اللي كان كلمني معناها وحكيت مع المسؤولين في النادي الاهلي وتممنا الصفقه. مي كي جا ستاف جديد عنده فكر جديد وعنده معناها طموحات اخرى ومعناها يحب يخدم بطريقته هو، دونك قدرت الفكره بتاعه ونحترمها. اليوم في الترجي الرياضي جمعية كبيرة وفرحان برشا وإن شاء الله جاي خير إن شاء الله. إن شاء الله يعطيك الصحة اسكندر، إن شاء الله بالتوفيق ليك في تجربتك الجديدة مع الترجي الرياضي التونسي، إن شاء الله خصوصا مع المنتخب التونسي أيضا نشوفوك متألق، ولما لا ديما نحب نشوفهم لاعبيتنا في أوروبا نحن هكا ولا اسكندر؟ مستطمح من زاد صغير 23 عام أنت؟ الترجي التونسي إن شاء الله يكون في أوروبا 23 عام أنت، من زاد تطمح لأوروبا؟ اكيد ما زالت 23 سنه نتاو، ان شاء الله بعد 3 سنين ولي عمري 26 ان شاء الله واحد يبدا في الدوق نتاو ان شاء الله ونطلع لاوروبا ان شاء الله من احسن جمعيات، وربي يوفقنا وكهو. يعطيك الصحة، شكرا لك بالتوفيق اسكندر في تجربتك الجديدة. مازلنا مواصلين في البلاي موزيكا وبعد راجعين.